من ضمن الأسئلة، هل ينفع خريج بكالوريوس نظم معلومات يقدم في الكلية الحربية؟ ولو هينفع هيكون ايه نوع شغله؟ بيقدم كضابط متخصص، بمعنى ان انت خلاص اتخرجت زي زميلك اللي اتخرج من المحاسبه، بيبقى في حاجه اسمها ضابط متخصص. ضابط متخصص ده بيبقى ايه؟ لان في الجيش اكيد في ناس شغاله في الاداره الماليه، فبيبقى عاوزين واحد متخصص في المحاسبه. ففي هذه الحاله بيعملوا اعلان ضباط متخصصين، بيبقى يقول لك بقى عاوز ان هو يكون خريج كليه تجاره قسم المحاسبه بتقدير كذا. كل دول لانه عاوز حد يشغله في الحته دي. طيب نظم المعلومات نفس الموضوع، بيبقى عاوز ناس اكيد في اي تي هناك وفي قسم نظم تقيل كمان. فعلى هذا الاساس بيطلبوا ضباط متخصصين بكالوريوس نظم معلومات. لكن عاوز اقول لك انه دايما بيهتموا بالتقدير، دايما بيهتموا طبعا بالاختبارات ولازم تعدي منها. فلو في وزن، في حاجه طبعا الحاجات الاساسيه، لو في لا قدر الله حد من قريبك عنده اي ظروف اي ما كان من قضايا او كده، يجب انك تاخذ ده في الاعتبار عشان ما تتعشمش بس في حاجه وانا وزني كبير ومش لا، الحاجات دي اساسيه بخلاف الامور الخاصه بتخصصك.